أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعله صعب سهلا. بإذن الله سوف نراجع مادة الرياضيات الجبر في الفصل الدراسي الأول للعام 2019-2020 في شكل محافظة الإسكندرية. في السؤال الأول اختار الإجابة الصحيحة من بين إجابات معطاة. توقع أي نتيجة لمباراة النادي الإسماعيلي يسمى في علم الرياضيات احتمال ولا معادلات ولا متباينات ولا علاقات؟ طبعا هو احتمال المباراة، فبدأ احتمال. أما المعادلات بتبقى حاجتين متساويتين، المتباينات واحدة أكبر من التانية، العلاقات بتبقى أزواج مرتبة بشرط. طب الثالث المتناسب بين 2 و3 و6 هيبقى، هنفرض إن الثالث س، نفرض أن الثالث هو س، يبقى إذن 2 و3 والتالت هيبقى س و6، بيبقى 2 على 3 بتساوي س على 6. بنختصر المقام مع المقام، فالاتنين هنا 1 2 2 في 2 ب4 وس في 1 بس، يبقى س بتساوي 4، يبقى الثالث المتناسب هو مين؟ 4. يكون العدد 2 على 2 س على س ناقص 5 نسبيا. لما يكون العدد نسبي يعني المقام ما بيساويش الصفر، لا يساوي الصفر. يكون عدد نسبي اذا كانت س لا تساوي مين بقى؟ ايه اللي هنحطه في المقام في مكان س؟ يبقى صفر، اللي هي 5، عشان 5 ناقص 5 بصفر. اذا كانت النقطة ب سالب 4 و2 سالب ب تقع في الربع الثالث، فإن ب بإيه؟ شايف الربع الثالث اهوت، السين بتبقى بالسالب والصاد بالسالب، يعني السين أصغر من الصفر والصار الصاد أصغر من الصفر. يعني هقول ب ناقص 4 أقل من صفر، يعني ب أصغر من 4. وأقول برضو إن 2 ناقص ب أصغر من الصفر، يعني 2 أصغر من ب. هنضيف الباء السالب ب للطرفين، يبقى ب أكبر من 2. يعني أقدر أكتبها في شكل متباينة، ب أكبر من 2 وأصغر من 4. أهي ب أكبر من 2 وب أصغر من 4 مع بعضها. إيه هو العدد اللي أكبر من 2 وأصغر من 4 في الأعداد دي؟ اللي هي 3. يبقى ب بتساوي كام؟ 3. السؤال اللي بعد كده خامس، إذا كان 17 س زائد 8 بتساوي 11، فإن 17 س زائد 11 بتساوي كم؟ سبعتاشر س زائد 8 بتساوي 11. طب انا عايز 17 س زائد 11، يبقى اقول 17 س زائد، هي 8 عايزها تبقى 11، يبقى هضيف كام؟ 3. واضيف 3 للطرف ده، يبقى الطرف التاني اضيف له 3، يبقى 17 س زائد 11 هتساوي 14، اللي هو ده. أقول 17 س زائد 8 بتساوي 11، تبقى 17 س زائد 11 بتساوي 14. تحلها بأي أسلوب، تخمين، تضيف هنا كام عشان تبقى زي ديت، وتضيف هنا اللي تضيف هنا، يعني أنت مش ملزم بالطريقة دي، بس أنا بفسر لك إزاي تيجي. إذا تساوت مجموعة من القيم فإن التشتت لتلك القيم، القيم هي نفسها 4 4 4 4 مثلا يعني، فيبقى عندي تشتت، مفيش تشتت، يبقى التشتت بيساوي صفر، لا يوجد تشتت. س
السؤال الثاني، إذا كانت سين صاد أوجد سين في صاد. سين عايزين سين حاصل ضرب دي كارتيلي صاد بيساوي أزواج مرتبة توزع الاتنين معدة يبقى اتنين وتلاتة، اتنين وأربعة، أهو اتنين وتلاتة، اتنين أربعة، اتنين وخمسة. بعد كده ننتقل لتلاتة وتلاتة وتلاتة وأربعة وتلاتة وخمسة. خلصت عناصر سين، خلاص توقفنا. عاوز سين تربيع، يعني عايز سين في سين، يعني سين في سين اللي هي بسين تربيع، خدت بالك؟ بتساوي سين مع نفسها بقى، يبقى اتنين مع اتنين الأول، واتنين مع تلاتة، وتلاتة مع اتنين، وتلاتة مع تلاتة. بعد كده نون صاد تربيع، عايز نون بس، نون صاد تربيع، يعني انت لو عملت صاد تربيع هيبقى فيها كام عنصر؟ بتبقى صاد في صاد، يعني تلاتة عدد عناصر أولى في عدد عناصر تانية، تلاتة في تلاتة بتسعة. سؤال ب في اتنين بيقول، إذا كانت تلاتة ألف زائد تلاتة ألف بتساوي أربعة ب، أوجد قيمة. عاوزين قيمة اتنين ألف ب على خمسة ألف ناقص تلاتة ب. هنا أعطينا العلاقة دي، ممكن أجيب منها ألف على ب بتساوي، شفت ألف على ب هتساوي أربعة على تلاتة، أربعة على تلاتة، تمشي ترتيب دوري كده واحد كده في اتجاه واحد، يبقى ألف على ب، عايز تتأكد اضرب ده في ده يديك تلات ألف، وده في ده أربعة ب. طب ليه أنا عملت كده؟ عشان أنا أقدر أجيب من هنا ألف على ب، نقسم بسط المقام على ب، يعني هيبقى اتنين ألف على ب زائد واحد، اقسم هنا على ب، والمقام بنفس الطريقة، يبقى خمسة في ألف على ب ناقص تلاتة، بنقسم على الباء فالواحد هنا ألف على ب، هنا ألف على ب. أنا جبت ألف على ب بأربعة على تلاتة، يبقى هتساوي اتنين في أربعة على تلاتة زائد واحد على خمسة في أربعة على تلاتة ناقص تلاتة. الاتنين في أربعة تمانية على تلاتة زائد واحد على خمسة في أربعة بعشرين على تلاتة ناقص تلاتة. عندي مقام مشترك تلاتة بسط، وفي المقام برضو هيبقى تلاتة. هنا تلاتة على واحد فالتلاتة في تمانية بتمانية، زائد تلاتة هنا على الواحد فالتلاتة في واحد بتلاتة، هنا هتبقى عشرين ناقص تسعة بتساوي تمانية وتلاتة. أولا هنا مقام ده مع المقام ده، بقى تمانية وتلاتة حداشر على عشرين ناقص تسعة حداشر، يعني الناتج النهائي بيساوي واحد. السؤال بعد كده، إذا كانت ألف تتغير عكسيا مع مربع باء، وكانت يبقى ألف تتناسب عكسيا مع مربع باء كده، يعني ألف بتساوي ميم على ب تربيع، ده ترجمة الكلام ده. وكانت ألف بخمسة عندما ب بتلاتة، أوجد قيمة ألف عندما ب باتنين. لما يقول لك كده وما قالكش أوجد العلاقة، أنت على طول بتقول إيه بقى؟ ألف واحد على ألف اتنين بتساوي ب واحد
هنا باء اتنين تربيع. خلاص كده الحالة الأولى على التانية بتساوي التانية على الأولى. هتعوض عن ألف بخمسة، وهو عاوز قيمة ألف التانية على ألف اتنين مش معروف، بتساوي باء الأولى اللي هي باء واحد بتلاتة، يبقى هنا تلاتة تربيع، وباء التانية باتنين يبقى هنا اتنين تربيع، يبقى خمسة على ألف تربيع ألف اتنين بتساوي اتنين في اتنين بأربعة، على تلاتة في تلاتة بتسعة، يبقى ألف اتنين بتساوي خمسة في تسعة بخمسة وأربعين على أربعة، لأن هي ألف اتنين في أربعة بتساوي خمسة في تسعة بخمسة وأربعين، تقسم هتبقى اضرب طرفين في وسطين يبقى أربعة ألف اتنين بتساوي خمسة وأربعين، يعني ألف اتنين بتساوي خمسة وأربعين على أربعة بتساوي حداشر وربع. حداشر في أربعة بأربعة وأربعين، وباقي واحد على أربعة، يبقى ألف عند باء باتنين بتدي حداشر وإيه وخمسة وعشرين من مية. إذا كان المستقيم الممثل للدالة د من ح لح حيث د س بتساوي تلاتة س ناقص ألف يقطع محور الصادات في النقطة باء وخمسة. شوف بقى في مسائل جميلة فنية بيقول لك يقطع محور الصادات، يعني هنا هيقع هنا مثلا عندي باء وخمسة، أوجد قيمتي ألف وباء، هو بيقطع عندي باء وخمسة، يبقى باء اللي هو مسقط السين، يبقى تقول بما أن المستقيم يقطع محور الصادات عند باء وخمسة، يبقى لازم باء اللي هو المسقط السيني بيساوي صفر، لازم يساوي صفر عشان يقطع الصادات. طيب لما هو بيساوي صفر عوض بقى في المعادلة دي، هتصبح النقطة ديت هي عبارة عن صفر وخمسة، هعوض بقى بالنقطة صفر وخمسة في دي عشان اجيب ألف دي. طيب الباء اللي هي مين؟ المسقط الأول اللي هو السين بالصفر، والمسقط التاني اللي هو بخمسة، ده بالتعويض المعادلة د س بتساوي تلاتة س ناقص أ، هنعوض عن د س قلنا بكام؟ النقطة عندي صفر وإيه وخمسة، نشيل د س ونحط خمسة بتساوي تلاتة في صفر بصفر ناقص أ، يعني أ ناقص أ بتساوي خمسة، يعني أ بتساوي ناقص خمسة. خلاص يبقى أوجد قيمتي أ وباء، يبقى إذا باء كمان جبناها بصفر. تمام. شوف السؤال الرابع، في السؤال الرابع بيقول إذا أضيف ضعف العدد س، ضعفه يعني أدو مرتين، يعني هضيف اتنين س إلى كل من الأعداد واحد تلاتة سبعة، يبقى هيبقى الأعداد الجديدة واحد زائد اتنين س، تلاتة زائد اتنين س، سبعة زائد اتنين س، أصبحت كميات متناسبة. فأول قيمة س لما أقول لك متناسبة يعني ده وسط متناسب، يعني تناسب متسلسل، يعني أقدر أقول مربع ده بيساوي حاصل ضرب ده في ده، أو ده على ده بتساوي ده على ده، بأي طريقة تعجبك. طالما قال لك متناسبة يبقى هتستخدم التناسب متسلسل. هنقول بقى يبقى عندي تلاتة زائد اتنين س تربيع اللي هي بنجيبها من الوسط المتناسب، هو ده بيساوي الجذر ده في ده، فانا هقول ده تربيع بتساوي واحد زائد اتنين س في سبعة زائد اتنين س، ده تربيع اللي هو الوسط المتناسب، ده تربيع بتساوي ده في ده طرفين بيساوي مربع الوسط. نفك بقى مربع الأول، الأول في التاني في اتنين، ومربع التاني، يبقى مربع الأول هو تسعة
زائد الأول في التاني، تلاتة في اتنين س بستة س في اتنين تاني يبقى باتناشر س، زائد مربع التاني اتنين في اتنين بأربعة س تربيع بتساوي واحد في سبعة س زائد اتنين س بسبعة زائد اتنين س، واحد في سبعة زائد اتنين س بده زائد اتنين س في ده، اتنين في سبعة بأربعتاشر س زائد اتنين في اتنين بأربعة س تربيع. جمع بقى حدود متشابهة تبقى تسعة، تسعة نجيب لها سبعة يبقى ناقص سبعة، اتناشر س وادي اتنين س واربعتاشر س دول بكام؟ بستاشر س، يبقى زائد اتناشر س ناقص دول بيجوا هنا بسالب ستاشر س زائد اربعة س تربيع، ودي تروح لها بالسالب أربعة س تربيع، الكلام ده بيساوي صفر. تسعة وسبعة شيل سبعة من تسعة بتدي اتنين، واتناشر س وستاشر س بيدي سالب، اللي ناخد إشارة الكبير واطرح العددين دول، اتناشر وستاشر تبقى أربعة س، وأربعتاشر س وأربعة س وأربعة س تربيع وتربيع بصفر، مجموعهم بصفر، يبقى الكلام ده بيساوي صفر. يعني أربعة س هتساوي اتنين، يعني س بتساوي اتنين على أربعة بتساوي نص، يبقى انت هتضيف نص، يبقى س بكام؟ بنص، يبقى انا هضيف نص في اتنين بواحد، يبقى هضيف واحد لكل الأعداد علشان تبقى في تناسب متسلسل. طب بتاع كده هتبقى دي بكام بقى؟ دي باتنين، دي بأربعة، دي بتمانية. أربعة في أربعة بستاشر، واتنين في تمانية بستاشر، يبقى كلامنا كده مظبوط. تمام يا باشا، ننتقل للسؤال بقى. إذا كانت س ب ده ص ب ده، وكانت عين علاقة من س لص حيث أ عين ب، تعني أن ب بتساوي اتنين أ زائد أربعة، لكل أ تاخدها من س وب تاخدها من ص، أوجد بيان عين ومثلها بمخطط سهم. نجيب البيان العين الأول، نطبق الكلام ده عليه. الكلام اللي هو ايه؟ الباء المسقط الثاني يعني هيبقى ضعف الاول، تضيف عليه كمان اربعة. يعني مثلا اذا خدت سالب واحد، مش هكتب لما اتأكد، سالب واحد اعوض هنا، يبقى اتنين في سالب واحد بسالب اتنين، سالب واحد في اتنين بسالب اتنين، زائد اربعة بتدي اتنين، يبقى ينفع سالب واحد مع اتنين، يبقى سالب واحد واتنين حققوا العلاقة، ان ده هتعوض عن الف بسالب واحد وتديك بقى باتنين. ناخد الواحد، واحد في اتنين باتنين، اتنين واربعة ستة، يبقى الواحد مع الست واحد وستة. بعد كده ناخد الاتنين، الاتنين في اتنين باربعة، واربعة تمانية، يبقى الاتنين مع التمانية اتنين وتمانية. طيب مثلها بمخطط سامي، هذا المخطط السامي. دي السين، دي الصاد، دي سالب واحد، واحد اتنين اتنين اربعة ستة تمانية. سالب واحد مع اتنين، واحد مع ستة، اتنين مع تمانية. تمام، اوجد بين عين ومثلها بمخطط سامي. هل عين دالة ولماذا؟ نعم، عين دالة ليه؟ لان كل مسقط، كل عنصر من س س ظهر كمسقط اول مرة واحدة فقط. سؤال تالي هو الخامس، مثل بيانيا منحنى الدالة د، حيث د س بتساوي س. طبعا علشان نمثل بنعمل جدول بتاعنا،
دي سين دي دال سين. سين هتبدأ من سالب تلاتة لتلاتة، سالب تلاتة سالب اتنين سالب أربعة سالب سالب تلاتة سالب اتنين سالب واحد صفر واحد اتنين تلاتة. هنعوض عن سالب تلاتة. سالب تلاتة تربيع بتسعة، يبقى اتنين سالب تسعة بسالب سبعة. سالب اتنين هتشيل س وتحط سالب اتنين، سالب اتنين تربيع يبقى موجب أربعة. اتنين سالب أربعة بتدي سالب اتنين. سالب واحد، سالب واحد تربيع بواحد، اتنين سالب واحد بتدي واحد. صفر تربيع بصفر، اتنين ناقص صفر بصفر باتنين، اتنين ناقص صفر باتنين. عند الواحد بواحد، اتنين ناقص واحد بواحد. عند الاتنين أربعة، اتنين ناقص أربعة بناقص اتنين. عند التلات تسعة، اتنين ناقص تسعة ناقص سبعة. يبقى أنا عندي الصاد بيبدأ من اتنين لما ليه السالب سبعة تحت، والسين من سالب تلاتة لتلاتة، يبقى أنا يهمني النص اللي تحت. عندنا السين بتبدأ واحد اتنين تلاتة، سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة. هنا واحد اتنين تلاتة، هنا واحد اتنين بالسالب طبعا، سالب تلاتة سالب أربعة سالب خمسة سالب ستة سالب سبعة سالب تمانية سالب تسعة. عندي سالب تلاتة سالب سبعة، عندي سالب تلاتة بننزل عن سالب سبعة. سالب اتنين عندي سالب اتنين، عندي سالب واحد بواحد، عندي الصفر اتنين، عندي الواحد سالب واحد، عندي سالب واحد واحد. هنا ديت خطأ، دي نقطة ديت خطأ، دي واحد زي ما هو. النقطة بتاعتنا هنا عند الواحد هنا اهي، وعند الواحد واحد برضو، يبقى عندي سالب واحد واحد، وعند الواحد واحد، وعند الاتنين الاتنين عندها سالب، عند الاتنين سالب اتنين. الاتنين الاتنين ديت هننزل عند سالب اتنين، وعند التلاتة سالب سبعة هنا. نوصل بقى بالشكل ده اهو. عاوز بقى ايه من الرسم، او دي احداث رأس المنحنى، باحداث رأس المنحنى هي او هو النقطة دي، س بصفر وص باتنين، صفر واتنين. معادلة محور التماثل، معادلة محور التماثل هو التماثل حول محور الصادات، اللي بيبقى س بتساوي ايه صفر. هنا على الصادات على طول س بتساوي صفر. القيمة الصورة، القيمة الصورة او العظمى هي القيمة العظمى، عند عظمى وليست صورة اعلى حاجة، عند صاد بتساوي اتنين. القيمة العظمى للدالة عند صاد بتساوي اتنين. تمام كده، تمام.
نشوف بقى السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول احسب الانحراف المعياري. احسب الانحراف المعياري للقيم الآتية 12 13 16 18 21. طيب الانحراف المعياري احنا بنعمل له جدوله اللي احنا عارفينه بالشكل ده، اللي هو عبارة عن ادي السين وسين ناقص سين بار يبقى احنا عندنا الانحراف المعياري دي السين، وهنا السين ناقص سين بار، وهنا سين ناقص سين بار تربيع. سين بار اللي هو الوسط الحسابي، نجيبه الاول، بيساوي مجموع القيم دي على عددها 12 و13 16 18 21 على عددهم 1 2 3 4 5 بتساوي 12 و13 25، 25 18 و16 كده دول 25 ودول 34 21 5 و4 و5 4 و1 5 و5 10 صفر معنا الواحد، 1 و2 3 و3 6 و2 8 دي كده 46 ستة ويبقى 90 46 34 80 على 5 بتساوي 8 في الواحد 30 على 5 في 6 يبقى 16. يبقى انا عندي السين اللي هي 12 13 16 18 21 سين ناقص سين بار اللي هي 12 ناقص 16 13 ناقص 16 16 ناقص 16 كل حاجة بطرح منها 16. سين بار اللي هو الانحراف المعيار اللي هو الوسط الحساب، 12 ناقص 16 تدي ناقص 4 تدي ناقص 3 تدي 0 تدي 2 تدي 5. ربع ده اكتبه هنا، 4 × 4 = 16، سالب في سالب موجب، سالب في سالب موجب 3 × 3 = 9 0، 2 × 2 = 4، 5 × 5 = 25. نجمع ده كله 6 و 4 = 10 و 9 = 19 و 5 = 24، 6 و 9 = 15 و 5 = 20 و 4 = 24، 2 × 1 = 3 3 × 2 = 5 54. بعد ما حسبنا كده بنقول ان الانحراف المعياري بيساوي الجذر التربيعي لمجموع س ناقص س بار كله تربيع على العدد العناصر او عدد القراءات اللي عندي، بتساوي الجذر التربيعي ل 54 اللي هو المجموع الكلي 54 على العدد، قلنا عددهم 5، أو تساوي جذر التربيعي 54 على 5 هيساوي 3 جذر 30 بتساوي 3 و 4 و 8 و 40 يبقى الانحراف المعياري 8 و 29، 3 و29 من 100، 3 و29 من 100 دي الانحراف المعياري. وده آخر سؤال في التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.